يصفهم بقوله كانوا بين راع للغنم وداع للصنم وعالم على وهم وجاهل على فهم وإنسان كأنه من شره آلة لفناء الإنسان وشيطان كأنه من خبثه مادة لوجود الشيطان. ثم انقلبوا إلى ضد ذلك، انقلبوا كما يذكر الرافعي نفسه بتأثير القرآن، فيصف تأثير القرآن فيهم فيقول كأنما هذا القرآن أمسك بجزيرة العرب من طرفها ونفضها تحت شعاع الشمس، فتفرق ذراتها في الأرض ووقع وراء كل ذرة عربي يحمل إلى الإنسانية هداية الله كأنه رسول إلى أمة. هكذا أكرم الله سبحانه وتعالى هؤلاء العرب الأميين وأكرم بهم الإنسانية، فأخرجوهم من الظلمات إلى النور، وامتن عليهم بأن جعلهم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى إعجاز هذه الرسالة العظيمة إعجازا متميزا على بقية المعجزات التي جاء بها الأنبياء من قبل، فإن تلك المعجزات كانت خارجة عن إطار الرسالات التي جاء بها النبيون، أما هذه المعجزة فإنها في نفس هذه الرسالة، هي في نفس القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذه المعجزة وجوه متعددة، ومن هذه الوجوه الإعجاز العلمي، نوع الإعجاز العلمي الذي بهر العقول وحير الألباب، واعترف المعترفون بهذا الأمر حتى من الذين لم يؤمنوا بهذا الدين. وقد وعد الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس هذه الحقائق العلمية لتتجلى لهم في خلق أنفسهم وفي خلق هذا الكون بأسره. فقد قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنه في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط.